من الامور اللي انت هتلاقيها في البيزنس غريبة جدا انك تقابل ناس مش مستعدة للنجاح، مش مستعدة ان شركتها او مشروعها هينجح، فبيبقوا ما عندهمش حتى الاهلية ان هم يكبروا. فبيحصل ايه؟ لا دي غريبة شوية. هتلاقيه ان هو كل لما مشروعه بيكبر هو بيحاول يعمل ايه؟ يضغط عليه. سبيل المثال انت عندك مثلا محل ملابس، محل ملابس محتاج دلوقتي مخزن عشان خاطر يبقى عندك بضاعة زيادة، ان بيجي لك رجل. هو بدأ يخاف حرفيا، في ناس بتخاف فما يجيبش مخزن. فالناس اللي بتيجي بيقول لك ايه؟ ما عندوش، لانك انت العدد بتاعك مش مكتمل، او ما تفتحش فرع تاني. تمام، ممكن تفتح فرع مثلا قصادك جنبك، مش عارف ايه الكلام ده كله، يبقى عندك ايه الاتنين بيغطوا بعض. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه ان انت مثلا ما تاخدش اوردرات كبيره، يبقى مثلا عندك شركه ممكن يجيلك اوردرات كبيره ترفض ان انت تروح لشركات تعرض عليهم خدماتك عشان ما تكبرش حجم الشركه. في ناس فعلا بتخاف من النجاح، في ناس فعلا بتخاف من ان هي تكبر، في ناس فعلا بتخاف ان هي تتغني، في ناس فعلا بتبقى يقول لك انا مش عارف انا هعمل ايه. طب اعمل ايه؟ الحاله دي لازم يكون عندك حد ياخد منك الشغل شويه، او يدخل معاك، او ان انت تغير طريقه تفكيرك. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تجيب حد يساعدك ياخد مكانك شويه، وانت مثلا اعمل نفسك كانك انت بتعمل ايه؟ مش هنقول واخد اجازه، بس هنقول ان انت منتاليتي او عقليا انت بتحاول تضحك على نفسك، تقول ايه؟ والله انا عندي واحد اهو، انا هركز في اللي جاي. فيمكن ده يخفف من الضغط اللي عليك، يخليك تشوف الصوره بشكل مختلف. تمام. شيء تاني، ممكن يدخل معاك شريك، الشريك ده يشجعك على انك انت ايه تتقدم للامام، او ان انت تروح لمنتور. منتور اللي هو الواحد يكون وصل لمكانات اعلى منك في البيزنس، وعنده مشاريع اكبر منك بكتير، والكلام ده كله مر باللي انت مريت عليه. ده ممكن يتكلم يقول لك ازاي ان انت تتخلص من المشكله دي، لان ربما يكون انت عندك ازمه نفسيه قديمه وانت مش واخد بالك. حتى وانت كنت صغير ممكن كان عندك حد كان بيقول لك حاجه معينه وانت مش واخد بالك، فعشان كده انت مش قادر تكبر. فلازم ان هو بقى يتكلم معاك ويقول لك لا خد بالك، ان انت مثلا خايف من ايه؟ تقول له مثلا خايف من الفشل، يقول لك طب افرض نجحت. انت بتبص على الحاجه من صوره وحشه او صوره سلبيه، افرض نجحت. طب افرض نجحت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك فلوس اكتر. طب ما دي مسؤوليه اكبر. اهدى، نفس الاستراتيجيه اللي انت ماشي بيها دلوقتي هنكبرها شويه، وبدل مثلا ما يكون عندك مدير مثلا، هنقول هيبقى عندك مديرين، كل مدير ياخد مجموعه. يبقى انت لما تيجي تتعامل مع المدير الواحد، تاخد الواحد ده وتتكلم معاه نيابه عن الخمسه عشرة اللي تحتيه، وعليهم مدير واحد. ممكن المدير ده نفسه هو اللي تقدر تتعامل معاه وتقول له الدنيا ماشيه ازاي، بيحصل ايه، مش عارف ايه. لان اوقات انت بتكون خايف من الاداره نفسها، فحط تحتيك واحد هو اللي يتولى هذه الاداره. دي برضو حاجه كويسه. برضو اتأمل النجاح، اتأمل الفلوس الزيادة، اتأمل ان انت ممكن بعد كده في يوم من الايام الشغل يشتغل من غير ما انت تكون موجود، تبقى بقى مع مراتك وولادك مع نفسك، فاهم، بتفسح، بتعمل عمرة، بتعمل حج، والشغل شغال. اتخيل ان في حاجة حلوة احسن، بدل ما تتخيل حاجة سلبية ان انت خايف. لا ما تخافش، تخيل حاجة كويسة. اتخيل مثلا بدل ما انت مثلا معاك عربية موديل مش عارف ايه، يبقى معاك عربية احسن. اتخيل مثلا وانت بدل ما يبقى عندك محل، يبقى عندك مجموعة سلاسل. ممكن كمان السلاسل ديت مش محتاج ان انت تعمل اي حاجة، انت يكون عندك محل واحد ناجح، والباقي دول عبارة عن فرنشايز، ناس بتيجي تدفع لك فلوس عشان تبقى فاتحة محل باسمك بس. شوف انت بتعمل ايه، ممكن ده يبقى حاجة كويسة جدا، بدخل لك فلوس من غير مجهود كبير منك. شوف انه يكون معاك تيم محترم، التيم المحترم هتدفع عليه شويه فلوس ولكنه هيشيل من عليك ضغط كبير. ده ممكن يكون حل من الحلول اللي تقدر تساعدك على انك تتوسع. وما تخافش من النجاح، النجاح شيء جميل جدا جدا، النجاح شيء عظيم جدا. ولو انت خايف يبقى بصراحه انت بتظلم شركتك، وممكن يكون بتظلم نفسك كمان. اوكي يا جماعه، بالتوفيق، مع السلامه.